السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صغاري الأعزاء، نظرا للظرفية الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب ويمر بها العالم بأسره، ارتأينا أن نقدم لكم دروسا عن بعد. درسنا لليوم صغاري سيكون في مادة التربية الإسلامية، وبالضبط في مكون التزكية تحت عنوان صورة الشرح. ولكل درس كالمعتاد أهداف خاصة به، وأهداف درسنا لليوم صغاري تتمثل فيما يلي: تعرف المتعلم أو المتعلمة على صورة الشرح، ثم تمكن المتعلم من قراءة الصورة قراءة سليمة وفهم مفرداتها الصعبة. التمكن كذلك من فهم المعنى الإجمالي للصورة. أول شيء نبدأ به صغاري كالمعتاد هو وضعية الانطلاق. أنا صورة من صور القرآن الكريم، تتحدث عن كيف فسح الله وشرح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى ومكارم الأخلاق. إذن أبنائي، انطلاقا من الآيات القرآنية في صورة الشرح، نتعرف على نعم الله التي أنعم بها على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن أبنائي، أول شيء سوف نبدأ به هو الاستماع إلى الآيات البينات من سورة الشرح على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. والآن أبنائي سوف نبدأ به هو تعريف الصورة. التسمية: سميت صورة الشرح بهذا الاسم لورود الفعل نشرح في الآية الأولى من السورة. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، وهي واحدة من النعم التي امتن بها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث جعل صدره منشرحا. سوف نكتشف فيما بعد منشرحا لأي شيء. عدد آياتها صغاري، عدد آياتها 8. أما ترتيبها في المصحف الكريم هو كالآتي: ترتيبها بالمصحف الشريف 94. الآن صغاري سوف نقوم بشرح العبارات القرآنية التي تتواجد في السورة الكريمة. أول عبارة هي: ألم نشرح لك صدرك. يقصد هنا الله عز وجل: ألم نوسع لك يا محمد بنور النبوة والهدى صدرك. ثم لدينا: ووضعنا عنك وزرك، وحططنا عنك بذلك حملك والأعباء التي كانت عليك. ثم لدينا: الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل ظهرك وكان عبئا عليك فغفرنا لك ذلك. وإلى ربك فارغب، نقصد بها هنا وإلى ربك وحده فارغب فيما عندك به سؤال. ويقول عز وجل: فإن مع العسر يسرا، يقصد بها فإن بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرج. ثم: إن مع العسر يسرا، والعسر عسر واحد واليسر يسران، ولن يغلب عسر يسرين. هنا الله عز وجل يقصد بأن بعد العسر يأتي اليسر ويكون اليسر أكثر من العسر. فإذا فرغت فانصب، يقصد بها هنا فإذا فرغت من أمور الدنيا فاجتهد في العبادة والطاعة. ثم: وإلى ربك فارغب، أي إلى ربك وحده فارغب فيما عنده بسؤاله. الآن أبنائي سوف نرى مضمون الآيات. أول شيء سنبدأ به من الآية 1 إلى الآية 3 من سورة الشرح. تبدأ السورة بذكر النعم التي أنعم بها الله عز وجل على رسولنا الكريم، ومن هذه النعم شرح صدره بالإيمان، ثم
تنوير قلبه بالرحمة وتطهيره من الذنوب تسلية له وتطييبا لخاطره لما يلقاه من أذى. فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الآن صغاري سنمر إلى مضمون الآيات الكريمة من الآية 4 إلى الآية 6 من سورة الشرح. تحدثت هذه الآيات عن إعلاء منزلته عليه الصلاة والسلام ورفع مقامه، وقرن اسمه باسم الله تعالى وأنسته بقرب الفرج والنصر على الأعداء. فإنا مع العسر يسرا، إنا مع العسر يسرا. الآن نرى مضمون الآيتين الكريمتين، الآية 7 و8 من سورة الشرح. إذن ختمت هذه السورة بتذكيره صلى الله عليه وسلم بواجب التفرغ لعبادة الله عز وجل بعد انتهائه من تبليغ الرسالة، شكرا لله على نعمه الجليلة. فقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بعد تعرفنا على مضمون الآيات الكريمات الخاصة بسورة الشرح، سوف نمر الآن صغاري إلى تدبرها أو تدبر معانيها. انتبهوا جيدا، السورة هنا ذكرتنا بالنعم التي أنعم الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وهي شرح صدره للإيمان، تطهيره من جميع الذنوب، تطييبا لخاطره وتسلية له بسبب ما كان يلقاه من أذى الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تبليغ دعوته التقى الكثير من التعذيب والعنف والكراهية من قبيلة قريش، فواساه الله عز وجل. ونكتشف أبنائي كذلك من خلال هذه السورة أن الله هو الذي يبدل الضيق بانشراح والغم طمأنينة. فالله عز وجل يداوي جروحنا ويواسينا من خلال الفرج الذي يأتي بعد العسر. كذلك يبين الله عز وجل في هذه الآيات أنه مهما تراكمت الصعاب إلا أنها لا تدوم، لأن الله وعد بالفرج والتيسير. فيجب علينا الاجتهاد في العبادة والدعاء. إذن أبنائي، الله عز وجل في سورة الشرح قد بين لنا بأن الإنسان مهما يمر من ظروف صعبة سيأتي الفرج، ولكن كيف؟ هناك شرط، يأتي الفرج من خلال الاجتهاد في العبادة والدعاء والتوسل إلى الله عز وجل. إلى هنا أبنائي قد أنهيت درسنا لليوم، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وشكرا على حسن إصغائكم وانتباهكم.